ايه ده يا اختي؟ بسم الله حامل. السلام عليكم. جايه باغا نتقدى الشقيقه ديال الشعر، واعطينا انت من عندك المفيد. هذه شويه ديال الحديده، هذه شويه ديال الخزامه. اي بحال هكاك باش يفهموا المتتبعين. الحاجه الاولى هي الخزامه، ثانيا البابونج، ثالثا الورد، رابعا الزاز. قيدي قيدي معايا خويتي قيدي. قال لك لالا الحنه ورقتها هي هذا. اختي القرنفل زيد، هادي تشاكاوت، هذا اليق، هذا الحرمل، هادي فريفره، هذا الخروع، وهذا زروده مهربة. هادي حبة راس، هادي شناية، هادي الحديدة حمرا، هذا العرعار، وهادي تارة اللي كتحير العزارة. قهوي أو شهب ما ديرهاش، لكن النوار عاد ديرها. هادو باقيين، هادو كيقول لهم الفتاش. هادو هما مرات الذهبية، كيكونوا دايرين بحال شكل ديال الذهب، كوف المهراس بغيت طرحاهم. وهادو نطحنهم لك دابا في الماكينة.